السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة رقم 6 في دورة CSS. دلوقتي عايزين نعرف نفرق ما بين ID والكلاس. يعني ID ويعني ايه كلاس؟ أنا هنا عملت ديفين وحددت الديف الأولاني ID D1 والديف التاني كلاس 1. لو أنا بقى رحت في الستايل شيت وكتبت مجموعة من بقى البروبرتيز لل D1 اللي هو الـ ID1 وعملت أكتر من ديف هنا، لو عملت ديف تاني هنا برضو واديته كلاس، هنديله برضه نفس الكلاس اللي فوق C1. ده معناه ان الكلاس ممكن يتكرر اكتر من مره، يتكرر لأكتر من بلوك، لأكتر من ديف، لأي حاجة يتكرر كذا مرة معايا على مستوى البروجكت اللي أنا شغالة فيه. إنما الـ ID ما بيتكررش، الـ ID بيبقى حاجة فريدة من نوعها لأي بلوك أنت بتديه. يعني مينفعش يبقى الـ ID 1 هنا كده وأبدأ أعمل ديف تاني وأديله نفس الـ ID 1، إنما كلاس ينفع خالص، يعني بتبقى بعد نفس الشغل ما بيبقاش فيها أي مشكلة. نروح بقى على الستايل شيت ونشوف ازاي عملنا ندي البروبرتيز للديف الاولاني اللي هو واخد كلاس بتاعه. كلاس يعني احط نقطه كده وابدا اكتب الكلاس كان سي 1 كده، معناه ان انا ببدا ادي بروبرتيز خصائص للديف اللي واخد كلاس سي 1. اديته هايت 200 وويدث 100 وباك جراوند ريد وفلوت ليفت. يعني ايه فلوت ليفت؟ يعني يجي لي في اتجاه الليفت، يبقى هنا يبقى بالشكل ده كده في الاتجاه ده، انما لو فلوت رايت يبقى المفروض يظهر لي في اتجاه الرايت كده. ده اول حاجه للكلاس اللي هو كلاس سي 1، ولازم نحط النقطة دي، معناها اللي هو كلاس البروبرتيز بحطها لكلاس. الاي دي بقى لما اجي احط له حاجة في الستايل شيت بعمل لها علامة اللي هو الهاشتاج دي، علامة الشيتات ده كده خلاص دي 1. يبقى انا ببدأ احط البروبرتيز جوه الاي دي اللي هو دي 1، اديته هايت واديته ويدث وخليته يعمل فلوت رايت، واديته اللي هو الباك كلر بتاعته وخليتها دي. هنسيب بس الاثنين الجزئين اللي احنا عملناهم دلوقتي هنا وهنا. نعمل ريلود هنا ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. هنا بقى لما روحنا نشوف البيج في شكل العرض بتاعه، شايفين الديب دوت عبارة عن ديبين واخدين جنب بعض بس لازقين في بعض، اللي هو الديب الأولاني اللي هو واخد سي 1 والديب التاني كان الكلاس بارت بتاع سي 1، بدأ ده يبقى فلوت ليفت هنا والتاني فلوت ليفت، فالاتنين لازقين في بعض هنا، وده الديب اللي كان واخد الاي دي بتاعه اللي هو دي 1. اوريها لكم بقى شكل الستايل شيت اهي، شايفين اللي هو دي 1 كان لونه بلو وكان فلوت رايت اللي هو ظهر عندي هنا في الاتجاه الرايت هنا، انما سي 1 كان لونه ريد، والويدث والهايت الاتنين المفروض كانوا يبقوا ظاهرين قد بعض، واخد هنا اتجاه الليفت والباك كلر بتاعه ريد. طب ليه ده ظاهر ده اكبر ضغط ده؟ لان ده كان اتنين ديب، لما كنا احنا فاكرين كنا عملنا هنا في الديبين اهوت، الديبين دول واخدين من كلاس سي 1 والاتنين بقوا فلوت ليفت هنا، فالاتنين لزقوا في بعض ما فيش مسافة ما بين الاتنين. فطبعا لو عايزين ندي مسافة ممكن تروح هنا جواه هنا وتكتب كلمة ستايل وتدينه هنا مارجن. بمجرد ما عملنا ريلود تاني شايفين بدأ الديفين اتفصلوا عن بعض وبدأ ياخد مسافة، بس طبعا لأن الديف الأولاني ده واخد مارجن بقى من كل الاتجاهات، عشان كده هو بدأ يظهر لي اللي هو نزل لتحت شوية عشان خد مارجن توب كمان، مش مارجن رايت ويفت، لا ده هو خد مارجن في جميع الاتجاهات. نبدأ بقى نشوف ازاي بنعمل حاجة زي كده، نعمل الدروب داون منيو زي كده بالشكل ده كده وتتغير معانا بنفس الطريقة دي. استنوني بقى الحلقة اللي جاية ان شاء الله نعملها مع بعض، بس دلوقتي اهم حاجة عرفنا الفرق ما بين الاي دي والكلاس، وعرفنا كمان ازاي نعمل فلوت لو انا مجموعة من الداتا وعايزة اجيبهم ورا بعض. ده ممكن لو انت بتعمل عرض الداتا، طبعا ده ممكن يكون جواه تكست وده جواه تكست او جواه صورة، وعاوزة اجيب حاجة اتجاه اليمين حاجة اتجاه الشمال، عاوزة ارتب مجموعة الداتا ورا بعضها هنا وعلى حسب ما انا عايزة، وده طبعا مش هتبقى ده كلر كده بالشكل ده، ده للشرح بس. اكيد هيبقى بقى جواها كونتنت، يعني تبقى عاوز تعرضها حاجه عاوز تعرضها جوا السايت بتاعك.
استنوني بقى ان شاء الله الحلقة اللي جاية نعمل ايه. السلام عليكم.